بجانب العديد من وظرائه قادة دول العالم في أشغال القمة العالمية للقاحات والتحصين في دورتها الثانية بواسطة تقنية الفيديو، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقاحات والتحصين. وأكد رئيس الجمهورية في كلمة له عبر الفيديو على الدور الفعال الذي تلعبه اللقاحات في تعزيز أنظمة الصحة العمومية وبشكل خاص في الدول السائرة في طريق النمو. بدعوة من الوزير الأول البريطاني بوريس جونسون، يشارك رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني إلى جانب ممثلي أكثر من 50 دولة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والعديد من الخبراء والمختصين في إشغال القمة العالمية الافتراضية لتمويل تحالف اللقاحات والتحصين في دورتها الثانية التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن. ويسعى هذا اللقاء الدولي الكبير إلى تعبئة الموارد اللازمة لتمويل اللقاحات ل300 مليون طفل إضافي في الدول الفقيرة. 7 مليارات دولار ونصف هي حجم الغلاف المالي الذي يسعى هذا اللقاء إلى حشده في أفق العام 2025 لتوفير اللقاحات الضرورية وتحصين الأطفال في الدول الفقيرة ضد الأوبئة والأمراض. وفي كلمته عبر الفيديو خلال هذه القمة الدولية، أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني الدور الفعال الذي تلعبه اللقاحات في تعزيز أنظمة الصحة العمومية خاصة في الدول السائرة في طريق النمو. وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد: إن اللقاحات تشكل أحد أهم المرتكزات الصحية الأكثر فعالية في الصحة العمومية، حيث تمكن سنويا من الحد من وفيات الآلاف وتقليص تكاليف التكفل في المستشفيات. وأوضح أن التحالف العالمي للقاحات والتحصين من خلال مساهمته الملموسة في تحسين التغطية التلقيحية ظل داعما مهما لتعزيز الفعالية الشاملة للأنظمة الصحية عبر العالم. وأضاف رئيس الجمهورية أنه في موريتانيا لعب تحصين النساء الحوامل دورا ملحوظا في تقليص المخاطر التي يواجهها الأطفال عند الولادة، وتم القضاء على العديد من هذه الأمراض عام 2015 بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في نسبة وفيات الأمهات عند الولادة. وقال إن هذه النتائج انعكست بشكل إيجابي على الأطفال والأمهات وعلى المجتمع بشكل عام، مبرزا أن بلادنا ستواصل هذه الجهود إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة. هذا وقد تمكن تحالف اللقاحات الذي تعتبر بريطانيا أكبر جهة مانحة له خلال السنوات العشر الماضية منذ إنشائه من تقديم اللقاحات لأكثر من 700 مليون طفل حول العالم. وخلال السنوات الأربع المقبلة فإن هدف تحالف اللقاحات هو تقديم اللقاح بما في ذلك أي لقاح محتمل لفيروس كورونا لنحو 300 مليون طفل إضافي، مما سينقذ حياة 8 ملايين شخص. ترأس الوزير